يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا على احلى واجمل واعظم جمهور في الدنيا. قبل ما نبتدي حلقه النهارده خليني اوجه رساله كده لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في حلقه النهارده من السادسه. وعلى الرغم ان يمكن الموضوع قديم وبالنسبه لنا كان صفحه واتقفلت، لكن الحقيقه كابتن رمضان صبحي في كلامه امبارح او في لقائه التلفزيون اللي ظهر فيه قال كلام كتير جدا الحقيقه احنا ما كناش عايزين نعلق عليه، لانه اسم رمضان صبحي بالنسبه للنادي الاهلي صفحة واتقفلت. كان السؤال بالنسبة لنا التوقيت توقيت الظهور كان علامة استفهام. ولو حضراتكم تتذكروا انه نادي الاهلي يمكن طلع بيان يوم 12/8، اليوم ده احنا ما ننساهوش كلنا ابدا، ده يوم افتتاح استاد الاهلي، وطلع بيان وضح فيه اللي حصل مع رمضان صبحي على مدار الشهور الاخيرة كلها في مرحلة التفاوض، وكان الموضوع واضح وصريح والاهلي قال كل الحقائق، والموضوع لغاية هنا نقطة ومن اول السطر الموضوع اتقفل ومحدش لعلق ولا حد رد، لانه الاهلي حكى الحقيقه زي ما حصلت بالظبط. كلام كتير الحقيقه قاله كابتن رمضان صبحي امبارح، وزي ما قلت لحضراتكم علامه الاستفهام الاولى كانت التوقيت، ليه دلوقتي؟ ليه بعد الفتره دي كلها؟ وليه قبل الماتش المهم اللي داخل عليه النادي الاهلي؟ ما كانش فيه غير اجابتين منطقيتين. الاجابه الاولى انك انت بتحاول تجمل الحقيقة المرة، أو أنك أنت بتحاول تشتت، واللي يمكن يكون مش مقبول بالنسبة لنا أنك أنت تحاول تشوه إدارة النادي الأهلي، أو أنك أنت تحاول تكذب على جماهير النادي الأهلي. ده اللي بالنسبة لنا لا هو مسموح ولا هو مقبول، ولكن في جميع الأحوال إحنا في مرحلة مهمة جدا ومرحلة يعني محتاجة حالة من حالات التركيز الكبيرة جدا، فبنحتفظ زي كده ما بنقول ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد حضر رجاله، وليس كل من حضر رجاله قد أنا أوانه. فالحقيقة في التوقيت المناسب هنحتفظ بحق الرد، وهنعرض على كل جماهير النادي الأهلي الحقائق بالأدلة والبراهين زي ما بنقول. لكن أنا متأكد الحقيقة من ردود الأفعال أن جمهور الأهلي واعي جدا، ذكي جدا، يعرف يقيم ويعرف يوزن الأمور، ويعرف كمان يقرأ ما بين السطور.